بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع تلاقي الأنفس في البرزخ. للإنسان ثلاث محطات ليعيش فيها، إنها تبدأ في حياة الدنيا، وبعد الموت ينتقل إلى المحطة الثانية وهي حياة عالم البرزخ، وهي حياة لها بيئتها الخاصة بها وقوانينها التي وضعها الله لها. إنها تختلف عن حياة الدنيا، وعندما نفسنا تدخل البرزخ تتعرف وتتعلم الحياة البرزخية بمساعدة الملائكة والأنفس الموجودة هناك. وحياة البرزخ تنتهي عند يوم القيامة، فتدخل إلى آخر محطة وهو عالم حياة الآخرة، وهي حياة الجنة. إنها حياة أبدية لمن آمن وعمل صالحا. الأنفس المؤمنة المطمئنة هي الأنفس المنعمة في البرزخ، تكون فرحة ومسرورة وسعيدة أكثر من حياة الدنيا بآلاف المرات، وتكون في المنطقة النورانية من البرزخ وهي جهة الجنة. الأنفس السعيدة من الأقارب والأصدقاء تتلاقى في البرزخ وتتزاور وتتعارف مع بعضها بعد الموت. أما إذا كان لأحد قريب يعذب فلا يتم اللقاء به، لأنه يكون في الجهة الثانية المظلمة من البرزخ، ولا أحد يستطيع أن يشاهده أو يذهب لجهته أو يذهب لجهتهم. الأنفس المعذبة تكون محبوسة وغير سعيدة في هذه الجهة المظلمة من البرزخ، وتتألم ومشغولة لما ستلاقيه من عذاب يوم القيامة عن التزاور والتلاقي. الأنفس تتلاقى بدليل قول النبي عليه السلام وهو على فراش الموت إلى ابنته فاطمة الزهراء، همس في أذنها وقال لها: أنت أول لحوقا بي. فتبسمت، وهذه إشارة ستلحق وتلتقي به، فالأنفس تتلاقى في البرزخ. الذين في البرزخ يشاهدون الأمور بزاوية أوسع منا في الدنيا، فعند قدوم نفس المؤمن إلى البرزخ يكون بانتظاره أقربائه أو أصدقائه الذين على شاكلته. وكثيرا من الناس الذين كانوا على وشك الموت يذكرون أنهم يشاهدون أقارب أو أحباء لهم ماتوا من سنين طويلة، وأنهم بانتظارهم وفرحين لقدومهم. أنفس الأنبياء في أعلى عليين في البرزخ، والشهداء لهم منزلة أخرى عالية في البرزخ، والكل له منزلة في البرزخ حسب الإيمان والطاعات وعمل الخير والصالحات في الدنيا. وكذلك في الجنة يتفاوتون في مقامهم والنعيم. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. وفي الجنة يوم القيامة الأنفس في المرتبة العالية في الجنة تستطيع زيارة من هو أقل درجة في الجنة، أي وقت يخطر ببالها بلمح البصر. ولكن الذين في المرتبة السفلى من الجنة لا يستطيع أحد أن يصعد إلى المرتبة الأعلى من الجنة. الأنفس في البرزخ تسمع كلام الأحياء في الدنيا وتتأثر بدعواهم الصالحة. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.